جدا بالنسبه لك لسه معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، عايزين نروح لها ونسالها برضو على الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي، تعامل الاعضاء ما بينهم وما بين بعض، مش بتكلم بقى على المرشحين في الانتخابات، انا بتكلم على اعضاء الجمعيه العموميه والعلاقات دايما اللي بتكون مميزه والروح الجميله اللي بتبقى موجوده واللي بتميز دايما النادي الاهلي عن اي نادي تاني، او بتميز الجمعيه العموميه في النادي الاهلي عن اي نادي تاني. وصف لنا الحاله بشكل اكبر واوضح يا هنا، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بطريقه دخول النادي حتى الوصول للصناديق الانتخابيه. صحيح زميلي أمير، يعني خليني أبدأ بالروح بين الأعضاء. الحقيقة الروح أكثر من رائعة، يعني يمكن جميع الأعضاء بيهتفوا بأناشيد النادي الأهلي، لأن في الآخر كل اللي هممهم هو النادي الأهلي. يمكن طبعا بيبقى فيه أحاديث عن المرشحين، بيكون فيه طبعا فلايرز بتتوزع طبعا لإقناعهم بانتخاب شخص معين، لكن بشكل عام في روح الحقيقة يعني أكثر من رائعة ومليانة بالطاقة الإيجابية. يعني فعلا الأجواء هنا جميلة جدا داخل النادي. كمان خليني اجاوب على السؤال الثاني وهو عن التنظيم منذ دخول من بوابه النادي. الحقيقه انه في تنظيم كبير جدا، يعني في ممرات لدخول الاعضاء، وطبعا تم يعني تامينها بشكل جيد جدا من قبل رجال الامن، وفي زي ما قلت لجان ارشاديه حتى عند البوابات الرئيسيه للدخول للنادي، ده طبعا لمساعده الاعضاء وعشان اليوم ان شاء الله يمشي بشكل رائع. لحد دلوقتي هو بالفعل ماشي بشكل رائع، جميع كل الامور تم تنظيمها ومنظمها بأعلى شكل. هنا طب كلمينا عن مشاركة المرأة في انتخابات النادي الأهلي، عضوة الجمعية العمومية في النادي، سيدات أنسات، قولي لنا تفاعلهم عامل إزاي ومشاركتهم عاملة إزاي في انتخابات النهاردة. لا الحقيقة كمان دور المرأة طبعا مهم جدا، وده اللي عضوات النادي الأهلي دايما عودونا عليه، يعني كل الأعمار السنية وطبعا رجال وسيدات متواجدين وحتى كبار السن، لأن طبعا كله بيحب النادي الأهلي، رجال سيدات كبار وأطفال وجميع الأعضاء متواجدين في النادي. دي جزئية مهمة جدا، أنا بشكرك يا هنا شكرا جزيلا. زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، نشكر كمان زميلنا العزيز المميز كريم أحمد، بنشكره شكرا جزيلا، كانوا معانا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وفي الحقيقة كابتن هيثم أكيد ممكن حضرتك تتفق معايا في الجزئية دي، العدد اللي موجود في الخيمة الانتخابية والعدد اللي بيتوافد على مقر النادي الأهلي بالجزيرة هو أكبر دافع لعضو الجمعية العمومية اللي بيتفرج علينا دلوقتي واللي لسه بيشاور عقله ينزل أو ما ينزلش، لما يشوف المشهد ده يقول لا أنا لازم أنزل أشارك طبعا، ويكون ليا دور ويكون ليا صوت ويكون ليا قرار مع